اي اكيد ما ارضى اشوف واحد كذا وانا عارفه انه هو قاعد يصارع، لا اكيد بساعده. والله هو بصي هو وانا بتفرج على الفيديو انا كنت قلقانه مش عارفه هي يعني هيحصل معها ايه، انما هو في الاخر فعلا قدرت انها تنقذه. بس انا لو كنت مكان هبقى فعلا عايزه انقذه، بس هبقى خايفه مش عارفه. بس هي عملت عمل بطولي طبعا الصراحه، يعني ممكن احاول لو لقيت يعني هي اللي عملته وصرخت كده في ناس ساعدتها وجريت وراه، لكن هي كانت وحدها في العربيه او اعتقد كان معاها جوزها اهلها. انا لو لوحدي في العربيه، لو لوحدي انا هخاف اعمل كده، لكن لو حد معايا جوزي مثلا معايا او اهلي ممكن اعمل زي ما هي قالت كده فعلا، انها انقذت الولد في الاخر فعلا، دي حاجه جميله جدا. الله صوتها هذا شيء كويس، اي شخص مسلم بيسوي الشيء ده. ان عندنا هنا ما يطلعون ولا يروحون ولا يجون. موقف شجاع صراحه، شجاع جدا، والمفروض انه اي بنت تكون برضو في موقفها ما تخاف ولا تتردد، تتصرف نفس التصرف. انا الحين اقول لك اكيد، بس في موقفها يعني حفكر، بس احس اني ما حتردد بتصرفه. كثير عمل صراحه بطولي يعني، وكثير عجبني صراحه موقفها يعني كيف تصرفت. طبعا لا طبعا هروح نفس ما عملت عمي اكيد، يعني مش هشوف طفل هيك يعني وما اروح، مستحيل. طبعا انه لازم انه بعمل نفس الشيء اللي عملته هي، ما بتردد يعني.